اهلا بكم. النهارده لقاء من طبعا من طراز خاص، النهارده لقاء متعه خاصه جدا في عالم العيون. قصه مثيره النهارده، لكن خلينا اقول لكم انه اكيد اكيد النظر مهم جدا، واكيد اكيد برضو ان النظارات او النظاره الطبيه شيء لبعض او لكثير من الناس مزعج، لبعض الناس، مش هقول ان كل الناس، في ناس بتحب شكلها بالنظاره، لكن النظاره السميكه ما حدش بيحب شكله بيها اكيد. محدش بقى يعني ممكن نظارة لو ايه يعني رقيقة كده وشياكة ماشي، لكن النظارة السميكة لا، نو واي نو واي. والنظارة طبعا يعني لما حد مثلا يلبس نظارة سميكة وياخد نظارة، هو ما بيشوفش شكله، هو بيشوف شكل النظارة. لو بيشرب شاي او قهوة في مكان او بيشرب شاي وقهوة وهو سايق، هتبخر في النظارة تبقى نصيبة سودة. لو بيشتغل شغلانة معينة والحر وبتاعه ولابس النظارة، بخرت الدنيا، النظارة اتقفلت. لو اختلف النظارة اختفت، خلاص انا بدور على النظارة، النظارة ما لقيتهاش، ضاعت، اتكسرت، نسيتها في حتة، اليوم وقف عند الحد ده. كمان النظارة للأسف في كل المجتمعات، لسه شايف اعلان او يعني كلمة لحد اجنبي امريكي تقريبا، لما امريكي لما بريطاني بيتكلم تقول لك مش معنى ان انا بلبس نظاره ان انت تتريق عليا، ده في حاجه في يوم معين لعدم التنمر باللابس النظارات. فاذا النظاره في السماكات او في الدرجات العاليه تبقى قاسيه للغايه، خلينا نفهم ده. النهارده عندنا قصه مهمه جدا، قصه مش عارف الخصها لكم لان ما ينفعش تلخص لانها قصه طويله، قصه استغرقت سنين، وقصة مشاكل العينين لما تستغرق سنين إذن ستستمع إلى العديد من الحكايات، من المآسي، ربما من المواقف اللي يعني لما الأمور تتصلح بتبقى المواقف دي زي ما تقول تبعث على الكوميديا شوية، لأن أنا خلاص بفتكرها على أنها دي أيام وراحت لحالها، لكن لو ما كانتش صلحت ما أعتقدش أبدا أنها كانت هتبعث على الضحك، هتبعث أكيد على الحزن. النهاردة لقاء من تراز خاص زي ما قلت مع ضيفي العزيز المبدع دائما اللي بسعد جدا باستضافته، واكيد يعني واحد من الاسماء اللي احنا بندين لها بالتفوق. انتوا عارفين ان احنا اخترنا افضل برنامج الحمد لله طبي ل 2019، ده وشوش اخترتنا فيه، وده شكرا ليهم طبعا، لكن الجمهور بتاعنا هو اللي اختار، هو اللي صوت، اعتقد انه صوت مش لي انا ولا للبرنامج، لضيوفنا في الاساس كمان. واحد من الناس اللي شالت على عاتقها هذا البناء في عالم العيون، استاذ دكتور احمد عساف، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا واهلا بالناس الحلوه، الف مبروك على الله يبارك فيك، مبروك ليك ومبروك لي، الله يخليك، ربنا يخليك، البرنامج بيك وانتوا يعني مش لا ده شرف لينا، ربنا يخليك، ده شرف لي انا. النهارده معانا يعني ضيفه طبعا عزيزه عليا جدا وسعيد بانها جت النهارده، الاستاذه اسماء قط. ازيك يا اسماء؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازاي صحتك؟ الحمد لله بخير. اسماء من الناس الطيبه جدا، الناس الهاديه اللي سعدتي جدا باللقاء، حتى قبل ما انت تدخل دخلت سلمت عليا. اجمل حاجه في سلام الناس علينا اننا بيعرفيننا. طبعا ويعني عارفك. طبعا ده احساس يعني جميل قوي. الاول نبدا، تحب نبدا بالمايه البيضاء ولا نبدا باسماء زي ما انت تحب؟ انا احب اوضح بس نقطه صغيره، ان هو احنا جبنا سيره المايه البيضاء كتير قوي، وقلنا اوقات كتير ان المايه البيضاء معظمها بتبقى جايه نتيجه تقدم في السن، لكن في اسباب تانية للمايه البيضاء، ممكن يكون نتيجه التهابات في العين، ساعات امراض السكر ساعات بتساعد على حدوث مايه بيضاء، التهابات قديمه في العين او حوادث معينه ممكن تؤدي الى حدوث المايه البيضاء. لكن في سبب تاني للمايه البيضاء هو المايه البيضاء الخلقيه، ان انت ممكن تبقى مولود، الطفل يكون مولود هو عنده مايه بيضاء، يعني عنده عتامه في العدسه اللي جوه العين، وهنا تكمن مشكله كبيره جدا ان انت بتحكم على هذا الشخص اللي هو الطفل اللي هو بعد شويه هيبقى طالب في المدرسه، بعد شويه هيبقى شاب او شابه بيشتغل بعد كده اهوت ويتحمل مسؤوليه بعد كده اهوت، سواء نفسه او مسؤوليه اسرته، بيعيش حياته بطريقه معينه، لان العمليات الميه البيضاء في الميه البيضاء الخلقيه ليها ظروف خاصه. دايما الطفل لما يكون صغير قوي ونعمل عمليه الميه البيضاء اللي هو عدسه العين المعتمه بنشيلها، صعب ان احنا نزرع عدسه جوه العين نعوضها، فبنسيب العين من غير عدسه. ليه؟ علشان حجم العين نفسه بيكون صغير قوي، وممكن لو زرعت العدسه ممكن يحصل مضاعفات من اشهرها ارتفاع في ضغط العين ويعمل ميه زائده ويعمل التهابات كمان والتصاقات جوه العين. فجرى العرف ان احنا نستنى سنتين يكون الطفل ده يعدي سنتين ونزرع عدسه.
الاساليب العمل عمليه الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين او الميه البيضاء الخلقيه تطورت، لكن من زمان من 10 سنين او 15 او من 20 سنه كان الموضوع ان انا اشيل الميه البيضاء وما ازرعش عدسه، بعد سنتين او بعد اكتر مش مهم، والطفل ده يعيش حياته كلها بنضاره ونضاره تخينه زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج. النضاره دي بيبقى ساعات القوه بتاعتها زائد 10 وساعات زائد 11 او زائد 13 وزائد 14. دي مش شكل النضاره بس الوحش، اعتماد الطفل او الشاب على النضاره دي بيبقى تقريبا 110%، مش هنقول 100%، مليون في الميه. يعني من غير النضاره لا شايف لا بعيد ولا شايف قريب، على عكس حتى الناس اللي عندهم قصر نظر. القصر النظر عنده ميزه اللي هو سالب 10 مثلا، عنده ميزه لو من غير نضاره ممكن يقرب الحاجه من وشه او من عينيه على مسافه كام سنتي يعرف يشوف. الزائد 10 او زائد اكتر ما بيشوفش لا قريب ولا بيشوف بعيد، وشكل النضاره مش حلو وبيدي عدم ثقه في النفس وبيخلي حياتك كلها مرتبطه بالنضاره دي. النضاره دي في يوم لو اتكسرت او ضاعت منك حياتك هتنقلب راسا على او اليوم نفسه هينقلب راسا على عقب. لما بتيجي تسافر بتسافر معاك النضاره اللي انت لابسها ومعاك نضاره ثانيه احتياطي في الشنطه. ممكن غير ان حضرتك قلت مثلا ممكن سخريه الزملاء في خاصه في المدرسه ممكن يبقى فيها نوع من انواع السخريه مثلا، ممكن حتى ممارسه الرياضه ممكن ممارسه الحياه العاديه لاي طفل وشاب هيبقى صعب جدا في وجود النضاره. ممكن الصعيد على النضاره دي بعدسه لاصقه، لكن للاسف في المقاسات العاليه اللي هي بالموجب بتبقى العدسات اللاصقه كمان مش مريحه، لان العدسه اللاصقه بتكون تخينه وبتضايق المريض جدا وبتحمر العين بتعمله شكشكه والتهابات متكرره. هنا تكمن المشكله ان في طفل بيتولد يعني بيوعى على الدنيا بنضاره وبيلاقي نفسه مختلف عن بقيه الناس اللي حواليه ومش عارف ليه، ومش نضاره عاديه، نضاره بسبب ان كان في ميه بيضاء او كان في عدسه جوه العين اتشالت عشان هي كانت معتمه وما تعوضتش بعدسه ثانيه. اذا دي المأساة الكونجينيتال الخلقيه الخلقيه. طب ناخد فكره عن حاله، يعني اشرح لنا حاله اسماء مش ازاي. اسماء هي حاله من الحالات اللي بتشوفها كتير. ناس كتير جدا بيجي لك في سن الشباب ويقول لك انا لابس نظاره تخينه وعايز حل للموضوع. لما بنيجي نفحص بنكتشف ان العين من غير عدسه، العين نفسها مش مزروع لها عدسه، وبنعرف من الاب والام ان الطفل ده او الشاب ده لما اتولد كان عنده ميه بيضاء او كان عندها ميه بيضاء خلقيه واتعملت العمليه وما اتزرعش عدسه في وقتها. وده صح مش غلط بالمناسبه، عشان وقتها تقنيه زرع العدسات ما كانش منتشره، كان تصميم العدسات مش متطور زي دلوقتي، طريقه عمل العمليه ما كانش بنحط في دماغنا او الجراحين ما كانش بيحطوا في دماغهم انه احنا هنزرع عدسه في المستقبل او في القريب العاجل. المهم الطفل ده يبقى شايف كويس، مش مشكله بقى شايف كويس بنضاره ومن غير نضاره دي مش مشكله، المهم يعيش حياته شايف كويس، يلبس نضاره زائد 10 زائد 15 مش مهم. الحاله النفسيه هنا بتهمل او حاله الجانب الاجتماعي كمان بيهمل في حاله زي كده اهو. فهي كانت دلوقتي هي شابه مقبله على الحياه وعايزه تشوف حل للقصه دي، هل اعتماد على النضاره دي يعني تقدر تستغنى عنها او حتى في اضيق الحدود نقلل الاعتماد على النضاره دي شويه، ممكن اخرج من غير نضاره، ممكن حتى لو لبست نضاره بعد العمليه مثلا او عملنا اي اجراء تلبس نضاره حتى لو نضاره صغيره مقاس صغير يبقى مقاس طبيعي زي اي حد تاني ماشي في الشارع، هل في امكانيه حاله زي كده ولا لا؟ هو ده كان الطلب بتاعها. دخل الحاله جت بدات تكشف عليها. هي كشفت عليها، كان هي دلوقتي معمول لها من تاريخ المرضي من الاسره ان الاب والام قالوا ان البنت دي فعلا اتولدت وكان عندها ميه بيضاء خلقيه واتعمل عمليه، وبعد العمليه طبعا ما كانش في زرع عدسه زي ما قلت قبل كده اهوت، ففحصتها اتاكدت من الكلام ده مظبوط وكان في التصاقات في العين وكان في مشاكل في حدقه العين كمان، يعني ما كانتش بتستجيب للاضاءه قوي فكانت حتى الاضاءه بتضايقها، اي اضاءه زي اضاءه الشمس كانت بتضايقها، الالتصاقات دي كانت رافعه ضغط العين كمان وبتاثر على كفاءه العصب البصري، فالحاله كان مضاعفه شويه مش مجرد ان ما فيش عدسه جوه العين لكن في مشاكل كمان في من العمليه القديمه قبل كده. الصوره دي صوره قبل العمليه. دي كان قبل اسماء قبل العمليه. دي النضاره بتاعتي. ده كان النضاره، خلي بالك النضاره ده ازاز مضغوط كمان.
يعني ده ازاز مضغوط وده غالي مش رخيص بالمناسبه. يعني لما تيجي تعمل نظاره زائد 13 او زائد 12 وتخليها بالشكل ده، ده كده احسن ما يمكن. يمكن لو قربنا شويه صغيرين تلاقي النظاره بتكبر حجم العين، يعني انت تحس ان هي حجم عينيه اكبر من الحقيقي عشان هي نظاره بالظبط بالموجب، ودي تبقى عدسه موجبه. العدسه الموجبه بتكبر الحاجه اللي وراها على طول، على عكس العدسه السالبه. الناس اللي عندهم قصر نظر بيبان عندهم الموضوع بالعكس، بيبان عينيهم اصغر من الحقيقه. هنا بتبان العين اكبر من الحقيقه. مش بتكلم على الشكل العام بس، بتكلم احتياجك دايما النظاره دي تبقى موجوده على وشك باستمرار. من غير النظاره دي انت مش شايف حاجه. طب هروح لاسماء بقى، ما احنا دلوقتي ما قبل، احنا ما زلنا في البدايه. ايه اللي تعرفيه عن اللي اتعمل لك وانت عندك سنتين او قبل سنتين؟ يعني اكيد بابا وماما قالوا لك يعني. قالوا لي، هي مامتي قالت لي ان انا بدات البس النظاره من وانا بدات اسحف. كانت عامله لي سنتين، كانت عامله لي نظاره وحاطه فيها بتاع كده عشان المسحف ما تقعش. هو نظاره خاصه بيبقى ليها استك تقريبا رباط، كانت بتاعت اطفال بالظبط. بعد كده بقى لما كبرت، لما اصحى من النوم على طول النظاره، اول ما افتح عيني النظاره على طول، قبل ما حتى افكر اروح اغسل وشي او اعمل اي حاجه لازم البس النظاره على طول. حصل لي طبعا مواقف كتير في المدرسه، زي مثلا في مره النضاره اتكسرت وانا في الجاردن يعني، وما كملتش اليوم، خليتهم يكلموا ماما تيجي تاخدني عشان مش عارفه اكمل اليوم، طبعا مش شايفه اي حاجه قدامي، فكان الموضوع صعب. طفله صغيره مش شايفه. لا، في حاجه غير بقى التنمر يعني. حاجه مهمه قوي ان هي خليت حد يجي يكلمني يجي ياخدني. يعني هي من غير النظاره مش هتبقى حتى تعرف تروح البيت لوحدي. انا حتى عيطت ساعتها، يعني مش شايفه قدامي يا جماعه. مشكله. انت عارفه ان انت من غير نظاره ما بتشوفيش. كنت ساعتها. بالظبط. غير بقى كلام الاصحاب وحتى من المدرسين نفسهم، كانوا في تنمر كده، ايه ده انت عينك كبيره بالنضاره، طب ليه ما تقلعهاش؟ مدرسين. وانا في الثانوي. وانت في ثانوي؟ ده مدرس ثانوي. والله. ده كلام مهم جدا، ان لازم ادارات المدارس تنبه على المدرسين وطبعا الطلبه، بس الطلبه يعني شيء يجي منهم تنمر ده يعني متوقع ومؤسف، لكن المدرس يجي منه تنمر ده مش متوقع ولا مؤسف، دي جريمه. وهو الطالب لزميله برضه دي تعتبر جريمه في رايي، لكن يعني احنا لسه ما وصلناش ان احنا نمحي التنمر تماما، لكن المدرس تحصل منه ده يعني فين ده لازم في رقابه ولازم يعاقب معاقبه شديده في حتت معينه. الراجل ده بينتهي شغلانته. كملي يا اسماء. بالظبط. ف يعني بصراحه في الوقت ده اتصدمت جدا، يعني من المدرس بتاعي يقول لي كده، ففي الوقت ده كنت بدات اكبر وكده، فقلت لا يعني نفسي بقى اقلع النضاره دي، كله بيتكلم ويقول ايه ده انت شكلك مش حلو بالنضاره. فكنت اما اروح اكشف اقول له يا دكتور انا عايزه يعني اقلع النضاره دي اعمل عمليه، يقول لي لا انت في عين تنفع وعين ما تنفعش، فطبعا مستحيل نعمل لك عين ونسيب العين الثانيه، فارضي بقى كده وانت على طول هتبقي بالنضاره. اتقال لك كذا مره؟ من كذا دكتور يعني. بس لحد بس يعني قلت خلاص النهارده وتمام وهعيش حياتي كده، لحد ما عرفت دكتور احمد ورحت له. كنت رايحه ان انا هعمل نضاره يعني خلاص هعمل نضاره وكده، قال لي لا انت ليكي عمليه وينفع. كنت رايحه كمان مش بهدف حاجه، انت كان هدفك ده خلاص بعدتي عنه. بالظبط. انا رايحه اعمل نضاره بس. فلما قال لي بقى لا انت ليكي عمليه وينفع يتعمل لك عمليه، فكان بالنسبه لي كده حاجه زي بصيص امل يعني. بس يعني نقف عند الحته. جت اسماء تعمل نضاره، تعملها فحوصات اكيد، هنتكلم عن الفحوصات، لكن هي قبل كده اوريدي من تجاربها القريبه برضو من الزياره دي اتقال لها لا انت ما ينفعش تعمل. ايه الصعوبه في حالتها؟ دايما بنيجي نعمل عمليه ميه بيضاء بنزرع عدسه. ان الميه بيضاء زي ما قلنا كتير بنقول للساده المشاهدين ان الميه بيضاء عباره عن العدسه الاصليه بتاعت العين بتبقى معتمه، فبنشيلها ونحط مكانها عدسه ثانيه. دايما بنسيب حاجه اسمها محفظه خلفيه، باختصار غشاء رقيق جدا بنسيبه علشان ده اللي بنحط عليه العدسه اللي هنزرعها مكان العدسه القديمه. الاطفال الصغيرين ما ينفعش نسيب المحفظه الخلفيه دي، يعني لازم تتشال، لان بتعتم وبتخلي الطفل مش شايف، يعني ممكن كان بالظبط الميه البيضاء رجعت تاني، يعني ما بترجعش، بس الغشاء الرقيق الشفاف
اللي موجود المفروض يزرع عليه العدسه بيبقى معتم وما كانش ينفع والمريض مش هيشوف بعد كده او الطفل بمعنى اصح، فهنا بيتشال. فطبعا لما بتيجي تزرع عدسه بيبقى تقنيا صعب جدا هتزرع عدسه في مكانها الطبيعي من غير ما تلاقي حاجه تسندها. ما فيش المحفظه الخلفيه او مفيش المحفظه الخلفيه فهتقع في قاع العين، فصعب جدا. فطبعا الموضوع تطور ان انواع العدسات تطورت، طريقه زرع العدسات في الحالات المعقده، مش عايز اقول معقده بس هو ده الترجمه الكومبليكيتد يعني معقده، الحالات الصعبه زي اسماء تطورت في خلال الكام سنه اللي فاتوا دول، فبقى بنثبت العدسه في جدار العين اللي هو في الصلبه او البياض بتاع العين نفسه، بدل ما ندور على حاجه تسند العدسه من تحت، لا العدسه ليها دراعات بنثبتها في جدار العين من غير ما يبقى في محفظه او ما يبقى في حاجه تانيه تسند العدسه من تحت. وده التطور اللي حصل، وبقينا بقينا نتشجع وقادرين ان احنا نزرع عدسات في اطفال كما عمل لهم او شباب دلوقتي كان معملهم هم اطفال صغيرين عمليه الميه البيضاء. هنا التكنيك بتاع الميه البيضاء لو ما شايفينه في الانيميشن، هنا بيشيل المحفظه الخلفيه المحفظه الاماميه، ده الجزء المحفظه الاماميه كده، ده قشره صغيره او كيس صغير بيقشره، وهنا دي الموجات فوق الصوتيه بيشيل الميه البيضاء او العدسه بتاعت العين بيفتتها بالموجات فوق الصوتيه. لكن لو خدنا بالنا ان المحفظه نفسها لسه موجوده وخاصه الغشاء الخلفي من المحفظه لسه موجود، وده اللي هيزرع عليه العدسه. الدايره البيضاء الموجوده دي ده معناها ان المحفظه جزء منها هتشال والجزء الخلفي لسه موجود وده شفاف ويروح زرع العدسه جوه العين. في الاطفال الصغيرين ما ينفعش اسيب المحفظه دي لانها بتعتم، يبقى انا ما عملتش حاجه للطفل، هيقعد شهرين شايف كويس ويرجع بعد كده مش شايف كويس بسبب ان عتامه حصلت في المحفظه الخلفيه. ودول بيبقى صعب جدا علاجهم بالليزر، لا ده بندخله اوضه العمليات تاني عشان نشيل المحفظه كلها، وبالتالي العدسه اللي انا زرعتها مش هتلاقي مكان تثبت عليه وهتقع على الشبكيه وقاع العين ويبقى الموضوع اسوء. فقلنا خلاص يبقى نعمل الميه البيضاء في الاطفال الصغيرين وهنشيل المحفظه الخلفيه وما نزرعش عدسه ويحلها ربنا بقى بعد كده، بس المهم الطفل ده يبقى شايف. ده اللي كان موجود من 15 سنه تقريبا يعني. الموضوع تطور فبقينا نعرف دلوقتي نزرع عدسات. في طريقة ان احنا نزرع عدسات في حاجة اسمها الجزء الامامي من العين، بس دي ليها مشاكلها، بتعمل مشاكل كثيرة جدا، ممكن تعمل مية زرقاء، ممكن تعمل التهابات في العين متكررة، ما تنفعش في شاب او شاب هي متوقع ما شاء الله يعني يديهم لايف سبان بتاعهم او متوقع انهم يعيشوا مثلا 30 40 50 سنة قدام، ممكن يعملها الناس كبار في السن شوية، فبالتالي ما كانش مستحب قوي ان احنا نزرع عدسات، فقلنا خلاص يعيشوا بنضارة وخلاص. لكن الحمد لله ظهر تطور دلوقتي التقني ناحيه العدسات وطريقه زرع العدسات بان نثبتها زي ما قلت قبل كده في جدار العين. اذا الصعوبه عشان برضو نلخص الحته دي للناس، الصعوبه كانت في انه في حاله ازمه مفيش جزء خلفي للعدسه متساب لانها اتعملت الميه البيضاء من وهي صغيره، الجزء العدسه الخلفي دوت كان بيسهل انه العدسه تتحط عليه تنام بالزبط. عليه. لكن مع التقدم الجيد في تصنيع العدسات المزروعه بقى في عندنا قدره ان احنا نثبت العدسات دي في الجزء الابيض في صلبه العين. هو التقدم من ناحيتين، من ناحيه تصنيع العدسات ومن ناحيه كمان طريقه زرع العدسات حصل فيها تقدم. التكنيك نفسه التقنيه نفسها او الاساليب الجراحيه نفسها لزرع العدسات تطورت جدا في الفتره اللي فاتت دي، في الحالات دي بالذات، الحالات اللي هي فيها مشاكل، مش حاله ميه بيضاء عاديه اللي هو يعني تتعمل في 5 6 دقائق وخلاص، لا في الحالات دي بالذات حصل تطور كبير في الاساليب الجراحيه. في الات بقى مخصوصه بنستخدمها في حالات زي كده اهوت، لكن النتيجه بقت مذهله بصراحه. في الحاله دي جوده الرؤيه بالنسبه للمقارنه بالنظاره جوده اعلى كتير؟ اولا النضاره بتغير حجم الحاجه اللي قدامك، بتديك مقاس، يعني لو النضاره بالموجب هتديك حجم الحاجه اكبر من الحقيقي، ولو بالسالب هتديك حاجه اصغر من حجمها الحقيقي، ده بيخليك تحديدك للابعاد اللي قدامك بيتلخبط، يعني البعد الثالث عندك بيبقى متلخبط دايما باستمرار. فلو حد بيسوق عربيه او بيشتغل في وظيفه تتطلب منه تحديد البعد الثالث زي الفنون الجميله او ما شابه هيبقى عنده مشكله، والسواقه طبعا هيبقى تحديد البعد الثالث ده هيبقى عنده مشكله كبيره. فبالتالي العدسه مكانها الطبيعي جوه العين مش بره العين، فمكانها الطبيعي جوه العين، هنا المخ بيستقبل الصوره بحجمها الحقيقي وبالتالي بيتعامل مع اللي حواليه بنفس البعد الثالث او بنفس الابعاد زي ما اللي حواليه شايفها، ما يشوفش الحاجه قريبه، انا بشوف الحاجه كبيره
هترجمها انا تلقائيا ان هي قريبه مني. في الحقيقه ان هي مثلا تكون بعيد عني مترين انا هفتكر ان هي على بعد متر. فهي دي مشكله، هي دي مشكله كبيره يعني. لكن لما بنزرع عدسه جوه العين الوضع بيختلف. غير بقى الجانب النفسي او الاجتماعي، ان انت احنا مش بنتكلم العدسه دي حاجه رفاهيه او النضاره دي تبقى حاجه رفاهيه. النضاره لو حاجه مقاس صغير اوكي مفيش مشكله، اقدر اقلعها والبسها. لكن ماينس واحد ماينس واحد ونص بالظبط. نظاره مقاس كبير، ما اصحى من النوم ادور على مد ايدي على الكومودين واول حاجه ادور عليها النضاره البسها، ولو النضاره دي وقعت اتكسرت فانا حياتي وقفت واليوم بتاعي حتى اتلخبط، محتاج حد يوصلني ويرجعني البيت تاني عشان اعمل نظاره جديده. دي طبعا احساس مش لطيف يعني، احساس ان حياتك كلها معتمد على حاجه زي كده. هو غير طبعا لو حاب يمارس رياضة أو زي ما حضرتك قلت في مقدمة البرنامج البخار بتاع أي سائل أو في الجو البرد مثلا هتلاقي النضارة بتشبر معاك، حاجات زي كده هو هتبقى مزعجة شوية صغيرين. الجانب النفسي هنا يبقى ليه دور كبير شوية جدا كتير وحياتك. شوية كتير قوي. ما هو طبعا بتشبر وانت سايق، ولو في الشتاء كمان ده احنا داخلين عليه طبعا. وفي الصيف كمان لو في تطلع من التكييف العربية على أي مكان حر على طول بتشبر فعلا يعني. فهي المشكلة في كده هوت يعني. تخيل انت حياتك، احنا مش بنتكلم على واحد عنده 50-60 سنة، احنا بنتكلم على شاب لسه بيبتدي حياته. هنا تكمن المشكلة. هنا هو دي حد بيبتدي لسه حياته، يبتدي حياته معتمد على عكاز مش يعني. فاحنا هنا بنسميها حتى العملية دي بنسميها فيجوال ريهابيليتيشن، انا بزرع هي اتعملت المية البيضة خلاص، بس انا بحاول بقى اعمل تأهيل، اعادة تأهيل بصري للعين اللي اتعمل لها عمليه الميه البيضاء علشان ترجع تتعامل بشكل طبيعي جدا مع المجتمع. اسمع، قررت ان انت تعمل العمليه، ده قرار ما كانش سهل خالص مش كده؟ جدا يعني. عدد كبير من الدكاتره يقولوا لي مالكيش حل وده يعني حاجه مستحيله انها تتعمل لك، وفجاه كده دكتور يقول لي لا انت ليكي عمليه. فكان قرار صعب جدا، بس دكتور احمد بصراحه ساعدني ان انا اخد القرار يعني. كان شرح لي كل حاجه في اول مره بالتفصيل، عرفني ايه اللي هيحصل بالظبط في العمليه، ايه ما بعد العمليه، حتى لو في مثلا نضاره يعني زي ما حضرتك قلت بدرجات قليله، بس هتبقى حاجه يعني حاجه عاديه يعني، ممكن اقلعها استغنى عنها في اي وقت. بالعكس دي شياكه. شياكه كمان. انا بلبسها دلوقتي وانت دكتور وكده. شياكه اللي انا ساعات بلبس نظارات خفيفه كده. شكلها شيك يعني. شكلها اما اكون مناسبه معينه، رايح مؤتمر لايف ستايل. لايف ستايل معين، لابس بدله بجرافطه بتاع هو انا عايز اوضح نقطه هنا، الهدف من العمليه ما كانش ان احنا نلغي النضاره 100%، الهدف من العمليه ان احنا نقلل الاعتماد على النضاره. يعني هيبقى في نضاره، انا قلت الاسماء، هيبقى في نضاره بعد العمليه، بس احنا بنتكلم نضاره في الحدود الطبيعية اللي هي سالب واحد زائد واحد نص ثلاثة أرباع، هنصلح على قد ما نقدر، لكن مهما كان هيبقى فيه نظارة ولو بسيطة. هي الحمد لله بقت معظم الوقت كل ما بشوفها بتيجي لي العيادة بتقول لها فين النظارة بتاعتي؟ تقول لي في البيت. يعني بلبسها في البيت. واحد دي حاجة كده يعني بلبسها في البيت، يعني والله داخلة مثلا أتفرج على التلفزيون ممكن أحتاجها ممكن ما أحتاجهاش. هي أعتقد مش محتاجة تلبس النظارة معظم الوقت يعني، شايفها ما شفتهاش ولا مرة تقريبا جات لي العيادة بالنضاره. مش هو ده الهدف الاساسي، باكد تاني، الهدف الاساسي ان احنا النضاره، انا بصحى من النوم ادور على الكومودينو فين النضاره دي، مش موجود خلاص. انا بقوم بمارس حياتي بشكل طبيعي، معايا نضاره بلبسها في اوقات معينه، النضاره دي اتكسرت زي ما هي قاعده جنبينا دلوقتي، ان هو قاعده من غير نضاره وطالعه من البيت من غير نضاره، بمارس حياتها بشكل طبيعي بدون نضاره خلاص. لا انسى مشهد لفؤاد المهندس في فيلم اسمه عائله زيزي، لما النضاره ضاعت منه وهو في خناقه مع هو واخوه احمد رمزي لو فاكر الفيلم، والنضاره ضاعت وقعد بيدور على النضاره وساب الخناق واحد صاحبي اصلت له الحكايه، صاحبي قوي من 25 سنه خناقه تمت النضاره كسرت، شكلي اعرفه، ساب الخناق ساب الخناق وقعد يدور على النضاره تقريبا. اعرفه برضه رغم انه كان لعيب ملاكمه من ساعتها ما بيتخانقش هو لابس نضاره ابدا. تعالي نروح بقى اللي بعد العمليه، ايه اللي حصل؟ انت خلاص بدات يبقى عمليه قبل بس ما نروح، عمليه بتتم في يوم واحد يعني ما بنعملش الاثنين في يوم واحد. انا عارف اقصد يعني العمليه بتشوف كل حاجه في نفس اليوم. بنعمل عمليه طبعا تحت مخدر موضعي، ولا بتغطي العين زي الافلام؟ بنغطي العين زي لا بنغطي العين اربع ساعات زي عمليه الميه البيضاء العاديه، بنغطي العين اربع ساعات، بتختلف ممكن في بعض الجراحين بيغطوها اكتر شويه صغيرين او اقل.
يعني دي مش هدوه ده الايشو يعني. لكن القطرين اربع ساعات بنشيل الغطاء بتبتدي تحسن في نظرة ابتداء من تاني يوم، بتحس ان هي في فرق وما كانتش معتمده على النظاره زي الاول. بنعمل بعد كده العين الثانيه، وفي الاخر بنستنى مثلا فتره معينه اسبوع او حاجه ونعمل مقاس النظاره النهائي، ونسيب المريض هو حريته بقى يلبس النظاره ما يلبسش، دي ترجع لحريته هو الشخصيه. وبنبه هنا نقطه صغيره، دايما في ناس بتفهم الرساله بطريقه معكوسه، بنقول لهم في نظاره هنعملها لك بعد العمليه، بيفتكر ان لو ما لبسش النظاره هيبقى عنده مشكله. لا، احنا بنعمل لك النظاره كوسيله مساعده اكتر تشوف اوضح، بنديك اقصى حده ابصار ممكنه. انت مبسوط بمستوى النظر بتاعك من غير نظاره بعد العمليه وشايف 6 9 على سبيل المثال، مفيش مشكله. عدم لبس النظاره مش هيضعف النظر، وكتر لبس النظاره مش هيحافظ على النظر في الحاله زي كده. هو امتى تحسن يعني النظر بيخلص؟ اسبوع او اسبوعين. العمليات دي بتبقى دايما فتره النقاهه بتاعتها بتبقى ساعات طويله شويه صغيرين، ان فيها مشاكل كتير وتختلف كل عين وليها ظروفها. يعني هي عندها العين اليمين غير العين الشمال، العين اليمين عملنا فيها شغل والعين الشمال عملنا فيها شغل تاني، على حسب في التصاقات قد ايه موجوده من ساعه العمليه الاولانيه، حدقه العين شكلها عامل ازاي، هل في تليفات ولا لا، محتاج تنظيف قد ايه مكان العمليه القديمه ولا لا، في بواقي ميه بيضاء ساعات موجوده ولا لا، بتختلف تماما. الجسم الزجاجي اخباره يقول هو مالي تجويف قاع العين، في مشاكل ولا لا، تختلف تماما. ففتره النقاهه هنا بتكون طويله شويه صغيرين، وبنصح دايما اللي بيعمل عمليات زي كده ياخد اجازه من الشغل. اسبوعين اسبوعين اسبوع بعد كل عين. بعد العمليه ايه اللي حصل بقى؟ هو انا اصلا كان ليا نضارتين، نضاره مش ونضاره قرايه. فكنت اما البس مثلا النضاره القرايه لان انا كنت خارجه من ألسن وكده، ففي قواميس وحاجات كتير، فما البس النضاره القرايه وافتح القاموس برده احس ان الرؤيه مش قوي، فده كان بيعمل لي احباط جامد. كنت اقف مثلا قدام التي في او كده فابص على شريط الاخبار، اعمل على ايدي الشمال وانا لابسه النضاره، لا برده مش شايفاها قوي. فلما روحت بعد العمليه فشلت من على عيني الشمال، ببص على شريط الاخبار لقيتني شايفاه. كانت اول مره اشوف شريط الاخبار. يعني اللحظه دي بجد يعني تيرنينج بوينت كده ان ماي لايف، والله بجد. انت قلت قسم ايه؟ انجلش. تيرنينج بوينت تمام. طبعا. يعني في لحظه انت شفتي اول مره شريط الاخبار، يعني انت ما كنتش لا من غير نضاره. عيطت يعني. يعني انت لو من غير نضاره. من غيرها. بعد العمليه على طول. بعد العمليه انت خلفت يعني، هو المفروض تسيبي الغطاء بابا قال لي لا ما تشيليش اربع ساعات تنشيلي. بعد الاربع ساعات يعني ما تشيليش البتاع يعني. قلت له لا انا عايزه اشوف ايه اللي هيحصل. في الوقت ده قعدت اعيط. ما احنا بنعيط في كل حاجه، في الفرحه. بالظبط، كنت فرحانه. ف هي كان المشكله ان كان في حتى بالنضاره مش شايفه كويس، ان كان في عتمات التصاقات وتليفات موجوده مكان العمليه الاولانيه. مش معنى كده العمليه الاولانيه غلط، لا، يعني دايما التفاعل بتاع العين الطفل الصغير بعد عمليه الميه البيضاء لا يمكن التنبؤ بيه، ساعات بيبقى عنيف جدا، ان المناعه دايما في الاطفال الصغيرين بتبقى عنيفه، فممكن تعمل التصاقات بتاثر على حده الابصار، فبتعمل تليفات في مجال البصر جوه العين، ما تخليش الطفل ده يشوف، والشاب بمعنى كده لما يكبر يبقى شايف، فتعمل نظاره تيم مش شايف برضه بيها كويس. فهي دي مشكله هنا، مش مشكله ما كانش مقاس النظاره غلط، لا، هي كان في عتمات ثانيه جوه العين، الحمد لله ربنا وفقنا وعرفنا نشيلها قبل ما ننزل على العدسه الجديده. انواع العدسات الجديده يعني هل في انواع دلوقتي جديده؟ فيها انواع، بس هي هو الديزاين اختلف او التصميم اختلف، الماتيريال طبعا بقت ماده الى حد ما يعني قابله ان هي تتزرع جوه العين من غير ما تعمل اي مشاكل خالص، ماده خامله ما بتعتمش، ما بتغيرش تركيبها الكيميائي بعد العمليه على مدى طويل من السنين، مش بنتكلم على 10 سنين ولا حاجه، بنتكلم على 30 40 50 سنه تيستد اختبرت وما كانش فيها مشاكل خالص، فده اللي بيشجعنا. واللي باكد عليه هو اكتر حاجه اللي حصل تطور فيها هي الاساليب زرع العدسات دي، هي اللي تطورت قوي يعني. اسمع دايما السؤال الكلاسيكي في الحكايه دي بيكون اكيد في حاجه كانت بتضايقك قوي قبل كده، ولما دلوقتي عملت العمليه فرحانه قوي ان انت بداتي يعني زي ما بيقولوا تواجهيها او تتخلصي منها، اكيد في حاجه معينه. حاجه معينه اللي هو حتى بوصله المساعده اللي انا معايا نضاره بتوضح لي جدا. فانا بصت في حاجه مثلا هي صغيره جدا ومع ذلك وانا لابسه النضاره ما كنتش عارفه اقراها. في اي حاجه بقى بعملها في البيت لابسه النضاره برده صعب، اللي انا اداء قوي
فدي كانت حاجه مضايقاني، غير بقى زي ما حضرتك قلت لك في الاول التنمر والحاجات دي كانت مضايقاني جدا، يعني بتاذيني نفسيا. يعني التنمر كان بيضايق اكتر من الديسابيليتي، عدم القدره. بالظبط. يعني هي دي كانت اكتر حاجه بتضايقني من ناس كتير بقى، يعني مثلا في ما كنتش اعرف مثلا احط ميك اب زي البنات في افراح كده، ما اعرفش اخد صور، الصور ما كانتش بتطلع حلوه، وهكذا كتير 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 يعني. عيش يا باشا وتصور، انت لسه صغير. نورتنا واسعدتنا كالعاده، ويعني النهارده استفدنا استفاده كبيره جدا. لازم المجتمع الطبي كله يفهم، مش بس المجتمع الطبي، الناس اللي عندهم نفس هذه المشكله والعائلات المصريه تفهم كويس جدا. الثقافه تبدا من فهمنا ان هناك حل للمشكله، وهذه احدى الحالات المهمه او الحلقات المهمه اللي احنا حطينا مشكله واوجدنا ليها حل بالفعل حقيقي. اعتقد ان ده مهم جدا في الثقافه العربيه. الحمد لله، هو الطب بيتقدم باستمرار، واحنا بنحب نوصل الرساله للساده المشاهدين ان في تطور دايما مستمر ومفيش داعي للاحباط. طبعا عايز اكد برضو نقطه صغيره، ان مش كل الحالات بنعرف نتعامل معاها، يعني لو في حد عنده ضمور في العصب البصري على سبيل المثال او مشاكل في الشبكيه، دي صعب علاجها حتى هذه اللحظه، لكن في امل في القريب العاجل ان شاء الله عن طريق تطور كبير في ابحاث بتتعمل دلوقتي للحالات اللي زي كده اهوت. لكن جزء كبير من المشاكل كنا بنلاقيها قبل كده ما بنعرفش نلاقي لها حل، بقى في حل ولو بنسبه 70%. فاعتقد ده بيدينا امل وبيدينا رساله ان احنا نوصلها للساده المشاهدين، ان احنا نقدر نساعدهم في معظم الاوقات لحل المشاكل بتاعتهم. نورتيني وشرفتيني. الله يخليك. ضيفتي العزيز المبدع دايما الاستاذ الدكتور احمد عساف، ضيفتي العزيزه اسماء قط، نورتونا وشرفتونا. الف شكر. خليكم دايما مع الناس الحلوه.